أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الثلاث 5 أكتوبر تشرين الأول 2021. ستشعر بمزيد من التفاني اليوم، وستنهي جميع الأعمال المتراكمة التي تراكمت اليوم. سيمنحك مسح هذا إحساس لطيف بالإنجاز، وسيلاحظ ذلك الأشخاص الذين تهتم بهم، والنتيجة هي أنك ستحصل على المزيد من التقدير سواء في المنزل أو في مكان عملك. عاطفياً، اليوم قد يفاجئك شريكك وستنتهي الشوق والوحدة. قد ترغب في اتخاذ خطوة إلى الأمام في علاقاتك، لكن اسأل شريكك دائما كما يجب أن يكون متبادلا. لقد وجدت حبك بعد الكثير من الجهود، فلا تتسرع في التصرف. هناك هواء سيء السمعة حول شريكك النهاردة. مهنيا، في حين أنه سيكون هناك ميل طبيعي للتنصل من مسؤولياتك، إلا أن هذا قد يوقعك في مشكلة مع رؤسائك. الحقيقة هي أنك تتجنب العمل بسبب العادة أكثر من الرغبة الحقيقية في التكاسل. لقد حان الوقت لتحمل المزيد من المسؤوليات وإلقاء نفسك أكثر في عملك. العمل الجاد والجهد الصادق سيكافئان بالنجاح اليوم. صحيا، قد تؤثر عليك الحمى والقشعريرة اليوم، من الأفضل اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند الخروج، حيث قد تصاب بفيروس غريب. هذه مشكلة صحية بسيطة، لكنها قد تستمر لأيام، ومن المحتمل أن تجعلك سريع الانفعال. يمكن أيضا تجربة بعض التغيرات الجذرية في نظامك الغذائي، لكنك ستحتاج إلى التفكير عمليا فيما إذا كنت ستتمكن من الالتزام بنظامك النظام الغذائي الذي تقوم به. توقعات برج الأسد للرجل. الطموح المبالغ فيه قد يعرضك لصدمة قاسية، ولا تنسى أن القناعة كنز لا يفنى. اليوم سيمنحك حدة الذهن والخيال اللازم للإبداع والخلق والأفكار الجديدة التي تحتاج إلى حدة ذكائك لوضعها موضع التنفيذ. بالقدر الكافي من الهدوء كن إيجابيا في التعاطي مع كل هذا، كل ما هو مناسب لك ولعائلتك، بعيدا عن توقعات المستقبل. توقعات برج الأسد للمرأة. تملكين أفكار سمينة ومختلفة عن أي شخص، عليك إخراجها للنور وطرحها على شخص يمكن أن يساعدك. لا تتركي الكسل يتغلب عليك ويصنيك عن القيام بأي نشاط ويبقيك في حركة دائمة. الفلك اليوم يدعوك إلى التغيير، اعتمدي أسلوب جديد في التعامل مع الآخرين. عاد العلامة الأولى مواليد 23 يوليو إلى 2 أغسطس. يتبين حاليا أن جميع أشكال التعاون فعالة، لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق. الآن أيضا تجري المشاركات الخاصة بطريقة متناغمة ومثمرة. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 أغسطس إلى 13 أغسطس. حاليا أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق مع من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور، وتكون فردا منتجا. توقعات العلامة الثالثة مواليد 14 أغسطس إلى 22 أغسطس. أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين، للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.